الظلم، عن الاضطهاد، عن قمع الحريات وعن الاعتقالات السياسية، ودائما وثقوا الاعتداءات وانشروها. اليوم بدنا نستلم شهاداتنا اللي هي مش بس ورقة، هي سلاح اللي بندافع فيه عن بيوتنا وعن أرضنا وعن أشجارنا وعن حالنا، وكل حدا فينا بيقاوم بمجال تخصصه. درست الإعلام في هذا الصرح العظيم لحتى أسلط الضوء على قضية بيتي وحارتي ومدينتي ووطني. شكراً لبيرزيت اللي كانت دائماً المنارة والمكان اللي بنعبر فيه عن حالنا وعن آرائنا بحرية. شكراً أساتذتي على كل كلمة علمتوني إياها داخل المحاضرات وخارجها. شكراً لزملائي على السنين الحلوة اللي قضيناها سوا. اليوم إحنا أمام حقبة جديدة من الزمن اللي فيها الفلسطيني بيقدر يوصل صوته بغض النظر عن العقبات وتكميم الأفواه، وواجب علينا كل صوت بيحكي الحق بهاي البلد إن ندعمه. في الختام، أنا للنكبة ألا تستمر، أنا للنكبة ألا تستمر، والاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن. وإن شاء الله الإغلاق غير القانوني المفروض على حي الشيخ جراح بيلتغي وبتلتغي قرارات التهجير القسري بحقنا، وبنعزمكم على مقلوبة بنص بيتنا. يعطيكم العافية.